تعالوا نروح للخبر اللي بعد كده، ومن مدينة العلمين الجديدة، ويقدم نسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية عروضا جوية في سماء مدينة العلمين الجديدة اليوم الأربعاء وغدا الخميس بالتعاون مع مهرجان العلمين الجديدة. العرض الجوي المشترك الذي تنظمه القوات الجوية المصرية بالاشتراك مع القوات الجوية السعودية يأتي في إطار الاستعداد لمعرض مصر الدولي للطيران الفضاء. وتبدأ العروض الجوية للقوات المصرية والسعودية من الساعة 5 حتى 7، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة 2024. طبعا واحد من أقوى العروض، ودي بتحصل للمرة الثانية، العروض الجوية المصرية في سماء مدينة العلمين، واحد من العروض القوية جدا 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 اللي بتحصل في مدينة العلمين، هتستمتعوا طبعا حضراتكم بيها إن شاء الله.